نيوكي من أشهر الوصفات في المطبخ الإيطالي، وتنعمل بطريقتين، إما بالبطاطس أو بجبنة الريكوتا، بس مشهورة أكثر بالبطاطس، وهذه الطريقة اللي بسويها معاكم اليوم. اليوم بعلمكم التكنيك الصح للنيوكي، وأكيد زي ما عودتكم كل الوصفات سويها لكم بطريقة صحية أضبطكم. النيوكي تعتمد على 3 مكونات أساسية: البطاطس، الدقيق، البيض. الريحة كانت Oh my God. أسمعوا رأيي بالطعم آخر الفيديو. نجي لأهم مكون، البطاطس. نسلقها تقريبا 20 دقيقة. الكمية 4 حبات كبيرة أو 5 صغيرة. هنا جالسة أتأكد إن هي استوت من جوا، وأحاول أجففها عشان ما تتشرب سوائل وأقشرها. والمفروض إن أنا أستخدم الرايسر، بس للأسف لقيت جزء منه مفقود، فين راح ما أدري. بس يلا فرصة عشان الناس اللي ما عندهم نفس الأداة يستفيدوا من البديل. هنا استخدمت البشارة وعطتني نفس نتيجة الرايسر. ما أنصحكم بالهراسة، ما راح تعطينا نفس النتيجة. إحنا نبغاها كذا مرة مهرية. طيب، على سطح نظيف وزعت البطاطس بهذا الشكل، وأضيف بيضة وملح وفلفل أسود وجبنة بارميجان وريجانو، هي اختيارية بس تعطي طعم مرة لذيذ. يا جماعة أقول لكم سر هذا البارت من زمان يغريني، مرة أستمتع وأنا أشوفهم يخفقوا البيض وسط الدقيق، بس لأني ما أميل للمخبوزات فما أسويها. هنا عندي كوب دقيق شوفان، أبدأ أضيفه بالتدريج، ونبدأ بتجميع العجينة بالشكل هذا نفس ما أنا قاعدة أسوي. وكل ما تطرى نزود عليها دقيق، بدأ ندمج المكونات، مجرد دمج، ما نخبز ما نعجنها يعني زي العجينة، يعني مجرد تجميع وضغط خفيف نتعامل معها بفن. خلاص أخليها على جنب وأبدأ أنظف السطح اللي هشتغل عليه. بالكمية اللي عندي أبدأ أقسمها على 4 أقسام، أخذ أول قسم وأبدأ أشكله بشكل أسطواني. طبعا النيوكي تختلف، ما لها حجم معين، الايطاليين احيانا يسووها صغيره احيانا كبيره عادي. وبعد ما شكلتها بشكل اسطواني ابدا اقطعها بحجم وسط او صغير او كبير اللي يناسبكم. بالنسبه للتشكيل، اما بالضغط او بالشكل الثاني الشائع اكثر اللي يطلع فيه خطوط، يتعمل بهذه الاداه. اذا ما هي موجوده عندكم، الشوكه تجيب نتيجه مره كويسه. انا استخدمت الشوكه، شايفين نتيجتها كويسه نوعا ما، او ممكن تكوروها او تضغطوها، كله صح. بعد كذا في مويه مغليه حنسلق النيوكي، هي باستا ايطاليه. كيف نعرف انها استوت؟ هي حتقول لنا، حتطلع كلها على فوق، حتبدا تطفو، شايفين بالشكل هذا. نخليها على جنب في صفايه ونحتفظ بالمويه، لان نحتاج نضيف منها للصوص. في طاوه حضيف ملعقتين زبده مع اعشاب المراميه، اما فريش او مجففه، هذا شكلها. أنا استخدمت المجففة أعطتني نفس النكهة. بعد كذا نبدأ ننزل النيوكي، نحاول ما نستعجل عليه، وكمان لأنها بالشوفان ما هي متماسكة بنفس القوة اللي تكون متماسكة فيها بالدقيقة العادي. ونكمل الوصفة بجبنة بارميجان وريجانو وكوب من الموية اللي سلقنا فيها النيوكي. لا تحركوها مرة، يعني يدوب تقليب خفيف ونحرك الطاوة أكثر، وهي أساسا ما تكون متماسكة 100% كذا يكون شكلها. طيب، أنا ضفت نص الكمية للطريقة الأولى، وهذا النص الثاني اللي ما سلقته أبغى أسوي فيها طريقة ثانية اسمها نيوكي ألا سارنتينا. نحمرها بزيت زيتون من الجهتين أو تشوها في الفرن. والطريقة هذه من النيوكي، بعد ما نحمرها نبدأ نضيف عليها صوص الباستا وجبنة موزاريلا ونخبزها في الفرن. حكتب لكم مقادير الصوص، يدوب تحمير من فوق. وعبل ما تجهز حقدم الوصفة الأولى، لا أحكي لكم عن الريحة يا جماعة، كانت انهيار. ونرش عليها جبنة وتنأكل حارة، لأنها لو بردت حيبدأ يجمد معانا الصوص. أمانة شوفوا الشكل كيف يشهي، شوية حدوقها معاكم. والوصفة الثانية كمان صارت جاهزة، بالله شوفوا الجمال يا جماعة، ما أقدر أتحمل هذه المناظر أبدا. انهرت وأنا أغرف، ولا الطعم، الطعم بكها. أعشق المطبخ الإيطالي على مكوناتهم البسيطة، ولكن النتيجة خرافية. إذا اتبعتوا التكنيك صح هتاكلوا ألذ نيوكي، حتى ألذ من المطاعم. بسرعة سووها، لا تنتظروا أي شيء، وتعالوا أذوق معاكم أقول لكم رأيي فيها. الطعم أوفر لذيذ. دحين نجرب الوصفة الثانية، كل واحدة شكلها ألذ من الثانية، كذا نكهة غريبة بس حبيت، عجبتني، لذيذة، تستاهل التجربة. الطعم أوفر لذيذ.